كذلك في هذا البرنامج خاصية التذكير، إذا في مثلا ملاحظة مهمة ممكن أضغط على علامة الساعة وتكون تذكير بهذه الملاحظة. نضغط على علامة الساعة التذكير أما أن يكون بعد ساعة أو يكون غدا أو الأسبوع القادم، أو أن أنا أختار التاريخ وأختار اليوم اللي بيكون فيه هذا التذكير والساعة. بعد مثلا نحدد أي يوم كان، أضغط على دان. إنزين خلاص أنا بأغير هذا التاريخ وبغير هذا التذكير، شلون أغيره؟ نفس السبب، نضغط على الساعة آخر واحدة change date اللي هو إحنا نغير اليوم، نغير الساعة، أو clear reminder اللي أنا خاص بشيل هذا التذكير، ما بيكون فيه تذكير، شيله كذي. أيضا خصائص هذا البرنامج إنه ممكن إن إحنا ننقل ملف لهذه الملاحظة. مثلا إذا بنقل ملف من برنامج بيجز الموجود بالآيفون، نضغط أي ملف كان، يلا نضغطه، نشوف هني أن تم نسخه بسهولة، نلقى الملف نفسه. هذا الملف موجود، صفحات موجودة. كذلك إذا بشارك هذا النوت مع أي شخص، أضغط على علامة هذه العلامة، العلامة شخص وزائد، أما أني أشاركها برقم أو إيميل الشخص، أشاركها، أو أني ممكن أنسخ رابط هذه النوتة وأشاركها، أو ممكن أني أنسخ النوتة هذه لإيميل وأنسخها وأدزها إيميل لأي شخص كان. وكذلك ممكن اني اضيف صور. نضغط على علامة الزائد اللي هي من الاي، ممكن add from photo attach file نفس ما سويت توه الصورة. فاحنا ممكن نلقى الخصائص اما من علامة الزائد اللي هي من الاي، او ممكن نلقاها موجودة تحت هذا الاوديو وهذا الصور وهذا الرسم. انزين اذا بمسح مثلا ملاحظة او بمسح هذا التسجيل، شلون امسحه؟ نضغط عليه نمسح بسهولة، ممكن امسح كذي، ممكن امسح كذي، كل سهولة نمسح الملاحظة. وين ألقى كل ملاحظاتي؟ ممكن أبحث عن ملاحظة هني، أكتب مثلا يوم السبت، نلقى الملاحظة موجودة هني. وأيضا ممكن نلقى كل ملاحظات هني، هذه كل الملاحظات الموجودة هني. أو ممكن أني أحط ملاحظة في الفيفوريت، شلون أحطها بالفيفوريت؟ ندخل على الملاحظة، نضغط على ثلاث نقاط، أت شوركات، نلقاها هني، هذه موجودة هني. ولو نلاحظ إن في البرنامج نفسه يكون لكل شخص أكاونت، طبعا البرنامج إما إنه يكون بيسك أو بريميوم، أو إنه يكون بزنس. البيسك اللي بدون فلوس، أما الباقي يكون تطبيقات بفلوس وشوي يعني أسعارهم معقولة. ندخل على الفايل، ممكن أغير الصورة، أغير الإيميل، أحط اسم نفسي.